أحد الإخوة الآن موجود في مشهد، قال أنا ابتليت بآلام في اللثة ونزيف، هذه القضية سمعتها منه مباشرة وأيضا نقلت لي بالواسطة، شعرت بآلام في اللثة ونزيف وكذا وتركت هذه القضية ما اعتنيت بها، إلى أنه في ليلة من الليالي واحد قال لي أن هذا خطر، أنت راجع الأطباء لا تترك هذه الحالة. يقول أنا مرحت ما أدري ساعة 10 بالليل كان في مشهد إشقاد، والثلوج دا تنزل وبرد شديد، أروح إلى محلات الأطباء كلها مغلقة، هذا مغلق ذاك مغلق ذاك مغلق، المهم قمت أبحث إلى أن وجدت طبيب، رحت عنده كان يريد يغلق، قلت له شوف حالتي، يقول باوع وكرر النظر وقال لي أنه أفهمني هذا المطلب أنه حالتك حالة خطيرة، وأن هذا المرض هو المرض الخبيث والعياذ بالله، وأمرك منتهي. يقول عندما قال لي هذه الكلمات واحد يشعر أنه انتهى، الدنيا أخذت تدور في عيني واسودت الدنيا في عيني، طلعت أريد أنزل من الدرج رجلي ما تحملني. يقول في تلك الحالة اجيت إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه، بالأبواب مغلقة يم الباب، يقول إذا كنت في غير هذه الحالة 5 دقائق ما كنت أتمكن أتحمل البرد القارس في مشهد، ولكن الإنسان اللي شعر بالنهاية هذا بعد الآن ينتهي، الإنسان المحكوم عليه بالإعدام شايفين لو ما شايفين أنا شايف محكوم عليه بالإعدام، نقل لي حالته قبل الإعدام شلون كانت وعندما صلى قبل الإعدام شلون كان، فيقول اجيت وقفت ساعتين قال لي أو 4 ساعات أنا واقف عند الحرم، حرم الإمام يعني عند الباب الخارجي، وأبكي وأتضرع وأتوسل بحالة عجيبة. يقول بعدين اجيت الى البيت، فتحت الباب بهدوء، رحت الى الغرفة اللي فيها زوجتي واطفالي فاخذت انظر اليهم وابكي انه هذه زوجتي بعد ايام او بعد فترة تصبح ارملة واولادي يصبحون يتامى، اخذت انظر وابكي. بعدين رحت الى الغرفة الثانية واخذت السجاد رفعت عن الارض على الأرض مو على السجاد، وأخذت أصلي وأبكي وأتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول في ذلك الوقت فهمت حديث النبي صلى الله عليه وآله وصل صلاة مودة، أنا في حياتي ما مصلي مثل هذه الصلاة، صلاة المودة. النبي يقول صلى الله عليه وآله دائما صلوا هالشكل. على كل حال يقول للصبح ما نمت، احنا مو معلوم يمكن بعد 10 دقائق واحد مات، يمكن بعد 2 دقيقة واحد مات، فلازم واحد يخلي هذه النقطة في ذهنه. يقول للصبح صليت، الصبح العيادات فتحت، رحت إلى طبيب ثاني، يقول فنظر إلي وباوع وقال كل شيء ما فيك، أي شيء ما فيك هذا. هذا فتشي كلش جزئي وينتهي. المهم يقول قلت لي اعطيني دواء، المهم قال دواء ما يحتاج. يقول أصريت عليه، يقول فتشي كتب، رحت للصيدلية اعطوني قرص مقوي، هذا هو هالشكل من باب كذا. على كل حال الإنسان يجب عليه أن يهتم اهتماما كبيرا بالصلاة، بأداء الصلاة،
بالخشوع في الصلاة. إذا الإنسان بدأ بذلك حياته تتغير حقيقة. إذا أصلح الإنسان صلاته فقد أصلح حياته.